إذاعة الديوان من صفاقس. انا ما بتحدى ولا بقبل ان اتحدى حدا، بس بتحدى نفسي انا بمحبه جمهوري، لانه جمهوري الحبيب اللي عطاني هاي المحبه والثقه الكبيره. فانا بيكون عندي ثقه كبيره انه وين ما كنت موجود بفضل ربنا العالمين بيكون حضور جمهوري كبير. فان شاء الله بيتم كل شيء على خير، وكل مهرجاناتي بتكون من اجمل المهرجانات، ويكون الحضور على قد المستوى. أنا بحب لما بضمك على صغيري، وبحب غيرك ما بختار، وبحب خليني ببالك وشفت صدفة، ومؤخراً أغنية نقطة ضعفي اللي هي الحمد لله أخذت نجاحك الجديدة، أخذت نجاح كبير كتير بفترة قليلة، ما صار لها شهر نازلة، ولكن محبة جمهور الكبير هو اللي عم يخلي أغانية بسرعة كبيرة أنه تنتشر بانتشار كبير.